حب البحر والغوص في أعماقه لم يعد حرفة، وإنما أصبح هواية يعشقها البعض للتعرف على أسراره. تأمل الدبيسي ذات الأعوام 9، فتاة اهتمت بالغوص منذ طفولتها، رافقت والدها الذي يقوم بتدريبها حتى باتت أصغر غواصة سعودية تجوب أعماق البحر لاكتشاف مكنوناته. أنا أبوي مدرب غوص، أخواني وخواتي عرفوا يسبحوا، وأنا كنت ما أعرف أسبح في البداية. بدأت في البركة، بعدها رحت جزيرة جنة وغوصت وشفت فيها أسماك شعب مرجان. عشق تأمل للغوص لم يكن مستغربا لدى ذويها، فشقيقتها نور التي تكبرها بعامين إضافة إلى إخوانها عاشوا جميعهم التجربة ذاتها، ما زاد من فضولها للمحاولة لتتمكن بعد ذلك من الغوص في جزيرة جنة في مدينة الجبيل وشاطئ نصف القمر في مدينة الخبر لأعماق تصل إلى 20 مترا. أن أخواتي كلهم يغوصوا، وأختي بعدين قالت أبغى أني بعد أغوص نفس الشيء، حضرت حصص وبركة وبعدين نزلت في جزيرة جنة، غوصتني في هاف مون وجزيرة جنة، وأبغى أغوص بعد في البحر الأحمر. بناتي في دورهم بعد، لأنهم يحضروا إياي المحاضرات كنت أخذهم إياي البركة أحضرهم معاي دائما، علمتهم السباحة في سن صغير، فهم طلعوا إياي الجزر كذا مرة. لما كنت أعرض الفيديو يقول أبوي يا ريت إحنا ننزل مع السمك، ودنا نشوف ليش أنت تنزل إخواننا وإحنا لا. فيعني يمكن أنا برضو حبيت أني أفرجي أبنائي شيء جديد. تدريب مستمر أوصل تأمل إلى مراحل متقدمة مكنتها من معرفة أسرار عالم البحار، تجربة جديدة عاشتها تأمل منذ بدايتها، وأحلام تسعى لتحقيقها من خلال الوصول إلى صفوف المدربين في هذا المجال. بدر الشهري، العربية، من محافظة القطيف شرق السعودية.